صباح الخير عليكم الخوت. السلام عليكم. راسو مليل، كاين شويه الشق. انا اضطريت البارح باش نبات في هذه المنطقه المظلمه. شوفوا الخوت هاد الهايو هنايا، حيد هاد الهايو اول حاجه اللي كنسد به الباب. كاين هاد الهايو الخوت كنسد به الباب، كنت نعس ونشم المنطقة. أنا مكاين لا عساس لا والو، طلعت الهايو هايل، الكابل هذا الكابل اللي كيخدم الهايو. كلشي ناضي، غادي ندير التحرك ان شاء الله. يا بسم الله. غنتوكلوا دابا على الله الاخوان، حيط الخاميات طالعش البرد مزيان. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله.
جا عندي لسه صدر معايا قال لي خلصوا هذه بقى يداوي معايا شويه قال لي راه شي 20 يوم دابا كانت هاد الكاميو داو ليه المازوط هنايا في راس امي هاد الكاميو تشفر قلت لي واش فهاد الباركينغ اللي كنت فيه انا قال لي لا قال لي في الدخله يعني بلاصه في الدخله جاو لي خوتنا في الله تشكاو لي على المازوط قالوا لي انا بالليل بقيت ناس مديرونجي صراحه داكشي باش درت باش درت لايو على الباب دابا غادي من راسهم ليل في اتجاه مدينه طنطان مدينه طنطان باقا الاشغال انا باقا القضيه مرونه شويه دوز وتحضي راسك بسم الله اللهم يسر ولا تعسر قالوا لي الناس البارح باللي قالوا لي راه واحد الكاميو هنا وقع لي جاتي واحد السيد قال لي راه الكاميو وقع لي مشكل وكذا وكذا خلاني ما نعسش على خاطري خلاني مبرد ولكن مسوت العساس دابا قال لي راه على برا ماشي في باركين اسال الله السلامه والعافيه الصحراء ديما بارده الاجواء عندهم مختلفه على المناطق الداخليه ديما بارده ودابا كاين واحد الشيوه شويه خفيفه بقات لي واحد 60 كيلومتر لطنطان قلت لكم الاخوان شي 20 يوم دابا واحد الكاميو كان بلاصه هنايا واش داو لي غير المازوط بوحدو ولا داو لي حتى السلعه الله اعلم كما بلاصيش بالليل جا واحد السيد قال لي صافي هو يخربق لي كلشي في الناس اللي هي وبقى
قافية فين نزيد تحرك شطاطا. السادر الله تشويلو دوس الأمور مزيانة، ولكن ما يسووش قالوا لي على برا ماشي، وذاك اللي جاب لي الخبار جاب لي تالف على برا ماشي في باركينغ، قال لي باركينغ مأمنة القاعدين. كتلقى شي تلاقيه ما بين ديال الطريق قطعها هابطه ولا فيها ضوضان ولا
ولا الخوت كيكونوا هذوك الدورات، شكون غادي في الطريق كتلقاه خاصك الدور للجهه الاخرى عشان تكمل فيها المسار ديال الطريق ديالك. لازم يرد البال انا شويه، شكون غادي مالك ما بك كيدوروك للجهه الاخرى. البنانة نديباني بها على ما نوصل مدينة طنطان ان شاء الله. البنانة ولما بحال لاعب تينيس هذا شوية قاسح. طريق خاوي كتصفر
مدينة طنطان. جمال الذهبية